النجمه يعني عايز اقول انها ليها مواصفات شديده الخصوصيه عشان عندها مشوار طويل انا شخصيا بسعد بيها قوي كل ما اشوفها لاني تابعتها وهي اعلاميه كبيره ولها كم من البرامج الممتعه للغايه لكن كالعاده زاد لمع عنها قوي فاختطفتها شاشات السينما والشاشات الفضية أيضا ومعنا أيضا فارس اختطفها من العالم كله فبرحب بالنجمة الكاميرة نجلاء بدر وزوجها الأستاذ محمد عفيفي أهلا بك يا أستاذ محمد عفيفي. أهلا بك أنا طبعا يعني نفسي أبدأ معك عشان الحديث معك مغري بس خليني يعني ليديز فيرست وأقول للنجلاء أولا مبروك وأنا سعيد بظهوركم أنتوا الاثنين معانا في قناة المهرجان يعني. أولا أنا سعيدة بالمقدمة أنا برضو ليا خبرة طويلة مع حضرتك كمذيعة وكإعلامية وسعيدة النهاردة أن أنا أكون ضيفة عندك بصراحة يعني ده شرف ليا وأنا سعيد بيك جدا جدا ربنا يخليك يا أستاذ قول لي بقى يعني عايزك تقسم لي كده شفت نجلاء طبعا في برامجها التلفزيونية وشاهدتها في الأعمال الدرامية وشاهدتها على شاشة السينما وعندك في البيت قول لي بقى كده كل واحدة لوحدها على حدة أخبارها إيه هو المفاجأة أن أنا ما كنتش أعرف نجلاء كام فنانة غير وهي كنت أول مرة عرفت نجلاء كفنانة كان من ناحية الدراما يعني ما كنتش عارف انها كانت مذيعة قبل كده وما كنتش متابع الاعمال بتاعتها وانا فعلا ما يعني معرفتي بيها ما كانتش بسبب ان هي في مجال الفن وفي المجال ده بالعكس انا كنت معجب بيها كشخصية لان لما تعرفت عليها لقيت شخصية تانية يمكن الناس كلها ممكن ما تتخيلهاش فهي دي المفاجأة بتاعت الشخصية دي هي فعلا الحاجة اللي عملت لي اتراكشن كبير جدا بغض النظر عن ان هي طبعا فنانة مبهرة يعني وانا قبل ما اقابلها على طول كنت شفتها في الدراما وكنت هو ده السبب ان انا اصلا حاولت اتعرف عليها يعني طب يعني قول لي كده حاجه غششنا كده حاجه ما نكونش الجمهور عارفها يعني بتطبخ كويس بقى بتطبخ كويس انت فعلا ست بيت انت فعلا ست بيت اكتشفت ان انا ست بيت انا ما كنتش عارفه يعني نجلة انا عايز اقول لك انه اولا انا يعني الحديث معك مغري بكثير من الموضوعات علشان انت مؤخرا بقى عندك لمعان شديد للغايه في كافه المجالات ما شاء الله بس خليني عايزه ادخل معاكي بما ان عندك خبره اعلاميه الى اي مدى شايفه انه الاعلام في مصر ناجح في انه ينقل حدث كهذا للعالم بره مش لمصر بص احنا محتاجين طبعا احنا يعني انا ما زلت بقول ان التلفزيون المصري ليه الاهميه الكبرى في تغطيه هذا الحدث لانه يعتبر حدث وطني ونقله الى العالم بس انا شايفه ان التلفزيون المصري هو اللي عنده المقدره الكبرى وما زال وهيفضل لان انا عندي انتماء جامد جدا لبلدي مهما تعددت القنوات الفضائيه الغير مصريه او المصريه هيفضل التلفزيون المصري هو الرائد في نقل هذه الاحداث الخصوصة المصريه بالمعنى الاصح والطبع المصري التغطيه حلوه قوي السنه دي يمكن كمان السنه دي مختلفه تماما عدينا بعض الوعكات بعد الثوره لكن انا النهارده كلنا جايين عشان المهرجان المصري او مهرجان القاهره السينمائي الدولي لان هو يمثل المصريين ويمثلنا دوليا خارج مصر انا فخوره بالحدث النهارده بجد فخوره بالحدث وبالمنظر انا وانا داخله يعني مبسوطه بيه قوي واحنا كمان سعداء بيكي جدا وسعداء باننا بنتعرف على استاذنا للمره الاولى خليني اقول انه بالفعل يعني مش عايز اكون اناني واخد من وقتكم كتير انا سعدت بيكم للغايه انا اللي سعيده وعايز اترككم لباقي القنوات ولمتابعه باقي الفعاليات وان شاء الله يكون بيننا حوارات اخرى طويله اكيد يعني. طبعا ده شرف ليا وميرسي جدا وبشكر جمهوري وتابعوا مهرجان القاهره السينمائي الدولي لان ده مهرجان مصر مش مهرجاننا احنا بس مهرجان البلد كلها واسم مصر عزيزي المشاهد تابع معنا فعاليات يوم الافتتاح لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على قناة اليوتيوب على قناة المهرجان في دورته 38